السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في البرازيل، هذا المسجد مسجد أبو بكر الصديق الذي يشهد له بأنه أول مسجد في أمريكا اللاتينية يفتح 24 ساعة، هو من أكثر المساجد فيها روادا للمصلين. اليوم مسجد أبو بكر الصديق في البرازيل سان باولو يتحلى بحلته الجديدة، حيث أن الجالية الإسلامية في البرازيل تعاضدت على ترميمه وتجميله بأحلى صورة له، وقد تحلى بهذا الاسم المبارك مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا بالعربي. وهنا بالبرازيلي مسكيتا أبو بكر الصديق، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من ساهم في هذا الترميم ومن عمره ومن أشاده الخير والبركة. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. كنتم معنا من هنا من مسجد أبو بكر الصديق البرازيل في سان باولو. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في.